أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم التعامل مع مصرف معين في عمل الصدقات الجارية وكفالة الأيتام وغير ذلك؟ يعني قصده الإيداع بالحساب. نعم. من صدقات وتبرعات، هذا يحتاج إلى انضباط وإلى معرفة هذا المصرف ومدى إيصاله هذه الصدقات وهذه التبرعات إلى مستحقيها. فإذا وجد مصرفا يتكفل بهذا ويقوم به ويؤتمن عليه فأمانه. نعم.